السلام عليكم. سنة أولى هنكمل دلوقتي الكوزس بتاعة الليمفادينوباسي. كنا خدنا كوزس اوف الليمفادينوباسي وقسمناها يا اما انفلاميشن يا اما نيوبلاستيك. اتكلمنا عن انفلاميشن اكيوت وكرونيك والتايبس بتاعتها، والنيوبلاستيك هنتكلم عليه اللي هو الليمفوما برايمري ليمفوما والسكندري ميتاستاسيس. النيوبلاستيك بروليفريشن للواي بلس سيلز. هيماتولوجيكال مالينسي يعني مالينسي في البلد، يا اما لوكيميا يا اما الليمفوما يا اما مايلوما. هتكلم عن الليمفوما بالتايبس بتاعتها، هوجكن ونون هوجكن ليمفوما. اول حاجه بالنسبه لي المالينت ليمفوما، يعني ايه ليمفوما؟ لو انا جيت الاسم نفسه واتكلمت عن كل جزء، ليمفوما ليمف معناها ان التيومر ده بيجي في الليمفويد تيشو. يعني الليمف يبقى بيجي في الليمفويد تيشو، زي مين؟ زي الليمف نود، زي السايموس، زي البون مارو، زي جي اي تي. اما اوما، اي حد هيشوف اوما هيعتبر ان هي حاجه بناين، بس على العكس اي ليمفوما، اي ليمفوما عباره عن مالجنت. الليمفوما مش بتهزر، دايما مالجنت. طب ليه هما سموها ليمفوما؟ ليه سموها الاسم اللي هو بناين ده؟ لان العالم اللي اكتشفها اللي هو العالم هوتشكن اعتقد في الاول ان هي عباره عن بناين تيومر، شافها تحت الميكروسكوب فلقى الباك جراوند الخلفيه كلها عباره عن انفلاماتوري سيل، فاعتقد في الاول ان هي حاجه، او اعتقد ان هي عباره عن بناين تيومر، ما قدرش ان هو يتعرف على مالجنت سيل، تمام؟ فكده سموها اللي هو مالجنت ليمفوما. الليمفوما في منها نوعين زي ما قلنا، هوجكن ونون هوجكن. انا عملت مقارنه سريعه بينهم وبعدين هبدا اتكلم على كل واحده والتايبس بتاعتها تحتها. اول حاجه هتكلم عن الانسيدنس، فالنون هوجكن بتبقى most common او more common عن الهوجكن. نون هوجكن more common عن الهوجكن. دايما احط في دماغي ان النون هوجكن الاسوأ، فهي بتبقى more common. بالنسبه للسايت، الهوجكن والنون هوجكن الاثنين بيجوا نودل واكسترا نودل. يعني ايه؟ يعني في الليمف نود وبره الليمف نود زي الليفر اي منطقه، بس الهوجكن اغلبها بيبقى نودل، والنون هوجكن عشان هي الاسوأ فبتبقى اكسترا نودل. بالنسبه للديستريبيوشن، الهوجكن بتيجي في منطقه معينه، يعني مثلا تيجي للسيرفايكال ليمف نود فيتقال عليها مونو نودل. النون هوجكن بتبقى مالتي، يعني ممكن تيجي سيرفايكال ومعاها ميدياساينال، تاخد كذا منطقه. تاني حاجه هتكلم على الجروس والميكروسكوبيك بيكتشر بتاعته. الجروس انا قلت في الليمف نود اي جروس لازم اقول انلارج، لان انا بتكلم اساسا عن الكوزس بتاع الانلارجمنت الليمف نود، فدايما الليمف نود بتبقى انلارج بتبقى جريش، ودي صفه مميزه فيهم هما الاثنين الهوتشكن والنون هوتشكن. طب ايه اللي مميز؟ لو انا اتكلمت عن الكونسيستنسي، فالهوتشكن قلنا ان اغلبها بتبقى خلايا نورمال او شبه الطبيعيه فبتبقى فيرم في الكونسيستنسي. النون هوتشكن بتبقى خلايا الباك جراوند عبارة عن خلايا مالجنت فبتبقى فليشي سوفت في الكونسيستنسي. لما اشوفها تحت الميكروسكوب الاتنين هلاقي لوست في الاركتكتشر. يعني ايه؟ يعني الشكل الهندسي المعروف للليمف نود هيبقى لوست، مش هقدر اتعرف عليه. المميز في كل واحده ان النون هوجكن بيبقى عندها مالجنت باك جراوند، قلنا ان الباك جراوند عباره عن مالجنت سيل، اما الهوجكن بيبقى عباره عن انفلاماتوري سيل زي ما شاف العالم هوجكن، واعتبر ساعتها ان هي عباره عن بناين تيومر. جه علي من بعد كده واحد اسمه ريد واحد اسمه ستيرنبرج، قدروا ان هم يشوفوا خلايا وسموها على اسمهم ار اس سيل. الار اس سيل دي عباره عن الهول مارك زي ما مسميها في الكتاب، او العلامه المميزه بالنسبه للهوتشكن لينفوما. يعني لقيت ار اس سيل اكتب على طول ان دي عباره عن هوتشكن لينفوما، وهتكلم الار اس سيل شكلها عامل ازاي ده كله، بس دلوقتي ان ار اس سيل هوتشكن على طول، تمام؟ وساعتها بقى هم قدروا ان هم يعرفوا ان هي مش بناين زي ما هوتشكن قالها، لا ده هي عباره عن مالجنت تيومر، تمام؟ يبقى كده اتكلمت عن هوتشكن ونون هوتشكن، ومقارنه سريعه واعرف في الهوتشكن ان هي بيبقى فيه الار اس سيل. الار اس سيل مش نوع واحد، قلنا ان هي مميزه للهوتشكن متبقاش موجوده غير في الهوتشكن. كذا نوع، كلاسيك، بوب كورن، لاكيونر، بوليمورفيزم. بوليمورفيزم دي معناها ان هي بتبقى مالجنت اكتر او بيبقى فيها بوليمورفيزم اكتر. اول حاجه بالنسبه لي الكلاسيك ار اس سيل، الكلاسيك ار اس سيل بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى فيه اللي هو تو نيوكلس. التو نيوكلس بيبقى كيدني شيب وبتبقى ميرور ايمج،
يعني الصورة وعكسها، كيدني شيب وميرور ايمج، وبيبقى عندها بروميننت نيوكليولس، اللي الزهرة دي نيوكليولس تمام، وبتبقى ايزينوفيلك، وبيبقى فيه كلير سيتوبلازم. بتبقى شكلها عامل ازاي؟ شبه الاويل اي ابيرنس، يعني شبه البومة كده. يبقى المنظر ده شبه البومة، فسموها اويل اي ابيرنس. الاويل اي ده وان سبيسيفيك للكلاسيك ار اس اس ال. بتبقى شكلها عامل ازاي؟ تو نيوكليس، بيبقى اللارجت، بتبقى كيدني شيب، ميرور ايمج، بيبقى فيه بروميننت نيوكليولس، وبتبقى ايزينوفيلك. نيجي على السيتوبلازم، بلاقيه كلير سيتوبلازم، بيتقال عليها اويل اي ابيرنس. دي تحت الميكروسكوب شكلها، ادي تو نيوكليس، بروميننت نيوكليولس، وايزينوفيلك، وكلير سيتوبلازم. عملت ايه؟ اويل اي ابيرنس. ده اول حاجه اللي هي الكلاسيك. تاني واحده البوب كورن ار اس سيل. البوب كورن بتبقى مميزه ان هي بتبقى مالتي لوبيوليتد ومالتي مالتي نوكيلس، بيبقى موجوده جوه، يعني بيبقى فيه كذا نواه. تاني حاجه ان هي بتبقى متقسمه لكذا لوبيول، فبتبقى شبه الفشار كده، فقال عليها ان هي بوب كورن. يبقى ده تاني نوع من الريد ستيرنبرج سيل، الار اس سيل، اللي هو البوب كورن. تالت نوع حاجة اسمها لاكيونر. اللاكيونر ده بيبقى فيها ايه؟ النيوكلس نفسها بتبقى هايبر لوبيوليتد، بتبقى متقسمة لكذا لوبيول. تاني حاجة ان هما جيهم صبغوها فحصل ريتراكشن، جيهم صبغوها بالفورمالين فحصل ريتراكشن للسيتوبلازم، وبدأ ان هو يعمل فاكيولز او لاكيوني. لاكيوني يعني فاكيولز، اللي هو الفراغات دي، فسموها لاكيونر ار اس اس ال بسبب الفراغات دي. يبقى انا كده اتكلمت على الاربع انواع بتاع الار اس اس ال: الكلاسيك، البوب كورن، اللاكيونر، البوليمورفيزم. كل واحده فيهم بتبقى موجوده في نوع من الهوتشكن لينفوما تمام. الهوتشكن جواها كذا نوع تمام. كل نوع بيبقى معاه ار اس اس ال، ممكن يبقى كلاسيك، بوب كورن. احنا دلوقتي هنتعرف على كل نوع ونعرف من اسمه ومن الصفات بتاعته هيبقى معاه اني ار اس سيل. اول حاجه كلاسيفيكيشن بتاعه الهوتشكن لينفوما، بيتقسم لحاجتين، يا اما نودولار ليمفوسايت بريدومينانس او كلاسيك هوتشكن. والكلاسيك ده هو المور كومن. الكلاسيك بيبقى فيه سب تايبس تحته: نودولار سكليروزس، ليمفوسايت ريتش، ميكسد سيلولاريتي، ليمفوسايت ديبليت تمام. دول مميزين، او دول السب تايبس بتاعت الكلاسيك. في حاجات للكلاسيك مميزة، قلنا ان هو برضو بيبقى ان زي الهوتشكن بيبقى فيه انفلاماتوري سيل في الباك جراوند. الانفلاماتوري سيل دي ليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفاج، اي حاجة تمام. تاني حاجة بيبقى فيه الار اس اس ال، بيبقى مميزة للكلاسيك. تالت حاجة قالك ان هي بتعمل اكسبريشن ل سي دي 30. يعني ايه سي دي؟ ده عبارة عن جلايكوبروتين بيبقى موجود على السيرفس بتاعت السيلز، بيبقى شبه الاي دي للخليه، ان انا نورمال، ان انا موجوده في الجسم طبيعي. وده بيلعب دور في الاميونيتي، كنا خدناهم مثلا في ثانوي، اللي هو مثلا البي سيل بيبقى معاها سي دي، البي سيل بيبقى معاها سي دي 8، والتي سيل بيبقى معاها سي دي 3، وهكذا تمام. بتلعب دور في الاميونيتي. فالهوتشكن لينفوما بتعمل اكسبريشن ان فاريبل اكسبريشن للسي دي 30 تمام. يبقى ده بالنسبة للايه، للهوجيكن لينفوما، الكلاسيكال هوجيكن لينفوما. هاخد كل واحدة بقى واتكلم عنها. النودولار سكليروزس، اول واحدة النودولار سكليروزس. النودولار سكليروزس بتيجي بتمثل 70% من الكرونيك هوجيكن لينفوما تمام. وبتيجي في اتش ما بين 20 ل 30 سنة. لو انا جيت خدت الاسم بتاعها نودولار سكليروزس، سكليروزس معناها تصلب. يعني ايه؟ يعني فيه كولاجين. الكولاجين ده الكولاجين فايبرز بيعمل فايبروزس، وبدا ان هو يقسم التيومر لنوديول، فاسمها نودولار سكليروزس. طب الفايبروزس دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ بدايم ما وصلتش مالجنسي، ده يبقى جود بروجنوزس. يبقى سكليروزس ففايبروزس فجود بروجنوزس تمام. طب هيبقى فيها اني نوع من الريد ستيرنبرج سيل، ار اس سيل؟ هيبقى فيها اللاكيونر. اللاكيونر اللي هو عباره عن فاكيولز او عباره عن نوديولز تمام كده. يبقى النوديولار سكليروزس بيبقى بيمثل 70% من الكلاسيك هوجكن ليمفوما، 20 30 سنه. بيبقى سكليروزس يعني
في كولاجين فايبرز، يعني بيعمل فايبروزس. تاني حاجة قلنا ان الكولاجين ده بيقسم التيومر نفسه، بيقسمه لايه، لنيديولز، وبيبقى فيه فايبروزس. فالفايبروزس ده بيبقى اباندنت، وبيبقى فيه برضو انفلاماتوري سيل في الباك جراوند، ليمفوسايت، ايزينوفيل، هيستوسايت، وبيبقى فيه اي نوع من الار اس اس ال، لاكيونار سيل. طب الكلاسيك، قالك الكلاسيك بتبقى مش موجودة او انفريكوينت. طب هي بيعمل تايبنج او الاميونوفينوتايبنج اللي هو السي دي، هتعمل اكسبريشن لاني سي دي. النودولار سكليروزس بتعمل اكسبريشن لسي دي 15 وسي دي 30، نوت اكسبريس البي والتي سيل. البي اللي هي كانت 8 والتي سيل اللي هي كانت 3، لا هي مش بتعمل اكسبريشن لدول، هي بتعمل اكسبريشن لسي دي 15 وسي دي 30. يبقى ده اول نوع اللي هو عبارة عن نودولار سكليروزس. في حاجة كمان في النودولار سكليروزس، قالك الميديا ستاينال انفولفمنت از موست كومن ان ذيس تايب. يعني ايه؟ دي منطقة الميديا ستاينال اللي هي عند اللونج، عند الهارت. الميديا ستاينال دي بيحصل لها انفولفمنت في حالة النودولار سكليروزس. يبقى انا كده اتكلمت عن النودولار سكليروزس، اول تايب من الكلاسيكال هوجكن لينفوما. قلت ان هو من الاسم اي حاجة هعرفها من الاسم هو هيبين اي حاجة. سكلروزس يبقى فيه فايبروزس، يبقى فيه كولاجين هيقسمها النوديولز، هيبقى معاها اني تايب من الار اس سيل، هيبقى معاها اللاكيونر. بعد كده هتعمل انفولفمنت للميديا ساينا. في حاجات زياده بقى، ان هي بتيجي بتمثل 70% من الكلاسيكال، بتيجي اللي عندهم 20-30 سنه، بتعمل اكسبريس للسي دي 15 وسي دي 30. طب فايبروزس يبقى ما فيش مالجنا سيل كتير، يبقى ده وان جود بروجنوسيس. ده اول تايب من الكلاسيك. تاني تايب حاجة اسمها ميكسد سيلولاريتي. يعني ايه ميكسد سيلولاريتي؟ برضو من الاسم هعرف كل حاجة. ميكسد سيلولاريتي يبقى فيه كذا نوع من السيلز، بيبقى فيه اللي هو انفلاماتوري باك جراوند، زينوفيل، نيوتروفيل، ماكروفاج، بلازما سيل، وهيبقى معاها كلاسيك ار اس سيل. كلاسيك ار اس سيل هي بتعمل اويل اي ابيرنس، واللي اتكلمنا عنها من شوية. ماشي. تاني حاجة ان هي بيقول لك ان هي شبه النودولار سكليروزس بس ما فيش كولاجين. تالت حاجه بتبقى معاها اسوشيشن للابشتون، الابشتان باير فيروس. تمام. ده عباره عن فيروس بيعمل حاجه اسمها انفكشوس مونو نيوكليوزس. تمام. وبيبقى معاها كمان اللي هو اسوشيشن او فريكوينت مع الاتش اي في اللي هو الايدز. يبقى قلنا ان الميكس سيلولاريتي بيبقى معاها اسوشيشن لابشتان بار فيروس والاتش اي في اللي هو الاس. والابشتان بار فيروس قلنا ان هو بيسبب حاجه اسمها انفكشوس مونو نيوكليوزس. انفكشوس مونو نيوكليوزس ده بيسبب، بيبقى ليه سيبتومز كتير زي الفيفر، زي اهم حاجه السور ثروتس اللي هو بيعمل حاجه اسمها فارينجايتس في الفارينكس، بيعمل انفلاميشن فيها. تمام. ده الابشتان بار فيروس. وبيبقى معاها برضو بتبقى most frequent مع الايدز. طب هو كده بتبقى good prognosis ولا bad ولا ايه؟ قالك ان هي بتبقى intermediate prognosis. يبقى mixed cellularity ليه؟ لان انا عندي inflammatory cell وعندي برضو اللي هو الكلاسيك اللي هو ال RSSL، هي بتبقى intermediate prognosis. ده تاني نوع من الكلاسيك RSSL. اتكلم بعد كده عن تالت نوع، حاجة اسمها lymphocyte rich Hodgkin lymphoma. ليمفوسايت ريتش من الاسم برضو، ليمفوسايت ريتش معناها ان الليمف نود هتبقى مليانه بالليمفوسايت. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا ده اكسلنت بروجنوزس، دي جود بروجنوزس. هيبقى في ايه؟ هيبقى في باك جراوند من سمول ليمفوسايت. هيبقى في اني نوع من الار اس اس اللي هيبقى فيه برضو كلاسيك شبه الميكسد، وهيبقى في قلنا انفلاماتوري سيل بس الكولاجين برضو مش هيبقى موجود. يبقى الليمفوسايت ريتش من اسمها، الليمف نود مليانه ليمفوسايت. ده حاجه وحشه ولا حلوه؟ اكيد يعني حلوه. تمام. هيبقى فيها سمول ليمفوسايت، هيبقى فيه انفلاماتوري سيل، هيبقى فيه كلاسيك ار اتش سيل. تالت رابع نوع حاجه اسمها ليمفوسايت ديبليشن هوجكن ليمفوما. ليمفوسايت يعني ما فيش ليمفوسايت، ليمف نود ما فيهاش ليمفوسايت. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا وحشه. ليه؟ لان اساسا الليمف نود لازم ان هي يبقى فيها ليمفوسايت، فانا معنى ان انا عملت ديبليشن ليها يبقى انا كده عملت او اكترها هيبقى ايه، تيومر سيل. يبقى هيبقى فيه تيومر سيل، هيبقى فيه ابسنس للليمفوسايت،
دي بتبقى حاجة very aggressive، بتيجي في الميدل ايج. طب دي تبقى البروجنوزس بتاعها جود ولا باد؟ قالك ده الورست، الورست بروجنوزس، تمام. بس من حكمة ربنا ان هي بتبقى least common. اكتر حاجة common هو عبارة عن النودولار سكلروزس، نودولار سكلروزس most common. اما اقل واحدة common هي عبارة عن الليمفوسايت ديبليشن، لان هي الورست بروجنوزس وان هي بتبقى very aggressive، لكن هي برضو بتبقى association مع ال HIV. ماشي، هبدأ بعد كده اتكلم عن كنت قسمت الايه الهوجيكن لنودولار ليمفوسايت بريدومينانس وكلاسيك هوجيكن ليمفوما. هتكلم عن النودولار ليمفوسايت بريدومينانس. النودولار ليمفوسايت بريدومينانس هوجيكن ليمفوما قالك ان هو عبارة عن the most common malignancy في امريكا اللي عندهم 10 أو 30 سنة، تمام. but a small portion of الهوجيكن ليمفوما يعني ما بتمثلش جزء كبير من الهوجيكن ليمفوما. بتبقى واخدة any cells، any RS cells، بتبقى واخدة البوب كورن، تمام، اللي هو بيبقى عبارة عن multi lobulated multi nucleus موجودة جوه السيل، فبتبقى شكلها بوب كورن. يبقى هي nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma بتبقى most common في أمريكا 10 30 سنة. بتبقى most type في indolent، تمام، اللي هو فترة شباب مثلا. بتبقى الأدلت اللي أقل من 35 سنة. ال RSSL اللي موجودة popcorn، وبيبقى rare أوي إن أنا ألاقي classic RSSL، تمام. بيبقى excellent prognosis، برضو بيبقى فيها حاجات مميزة في النودلر لينفوسايت. بيبقى فيها حاجات مميزة زي ان هي مش بتعمل اكسبريشن للسي دي 15 والسي دي 30 زي بقية السيلز، لا ده هي مش شبههم، بتعمل اكسبريشن ل جيرمينال سنتر بي سيل، جيرمينال سنتر بي سيل. وبيبقى فيه بتبقى نيجاتيف للابشتان بار فيروس. كمان بتبقى نيجاتيف للابشتان بار فيروس. احنا قلنا ان هي مش بتعمل اكسبريشن للسي دي 15 والسي دي 30، بس بتعمل لي جيرمينال سنتر بي سيل. ده نوع من النون هوجيكن. وقلنا ان النون هوجيكن ده بيبقى مور مالجنت، او بيبقى مور مالجنسي عن الهوجيكن. طب هي معنى كده ازاي هتبقى مور مالجنت واكسلنت؟ قالك لا، لان هي بتبقى سيبريتد عن النون هوجيكن لينفوما، مش شبه هي. اي نعم بتعمل اكسبريشن ل الجيرمينال سنتر بي سيل، بس هي مش شبه النيوبلازم، مش شبهها، لان هي بيبقى فيها الار اس سيل. اول حاجه يبقى الفيرست، هو جه في الكتاب فرقهم قال لك لسيفرال سيفرال ريزونز. اول حاجه ان هي بتبقى فيها ار اس سيل، وده هو المارك للهوجكن ليمفوما. تاني حاجه ان هي بتعمل سيبتومز اسوشيتد زي الفيفر، والفيفر اللي بيحصل فيفر لان عندي انفلاماتوري سيل بتطلع انفلاماتوري ميدياتور، يبقى دي كده هوجيكن. تالت حاجه قالك ان هي السيروتايب والسبريد بتاعها كان بي تريتد ديفرنشالي زي موست اذر ليمفويد نيوبلازم، يعني بتتعالج بطريقه مختلفه عن الليمفويد نيوبلازم، تمام. يبقى جاب تلات اسباب يوضح فيها ان هي نون نيوبلازم. اول حاجه ان هي فيها الهوجيكن، فيها الار اس اس ال، ودي حاجه مميزه ليه، حاجه مميزه للهوجيكن ليمفوما. تاني حاجه ان بيبقى معاها فيتشرز، كلينيكال فيتشرز زي مثلا الفيفر، والفيفر قلنا ان هو نتيجه انفلاماتوري سيل موجوده بتطلع انفلاماتوري ميدييتور. تالت حاجه بتتعالج بطريقه مختلفه عن النيوبلازم، تمام. يبقى ده كده بالنسبه للنودولار ليمفوسايت بريدومينانت هوجيكن ليمفوما. في دول الانواع بتاعت الكلاسيك، النودولار لوحدها، والقصدي بتاعت الهوجيكن النودولار لوحدها والكلاسيك والتايب بتاعتها. النودولار قلنا ان هي بتبقى اكسلنت بروجنوزس. النودولار سكلروزس اللي هي تحت السب تايبس بتاعت الكلاسيك، قلنا ان هي بتبقى دي الموست كومن، وان هي بتبقى بتاخد منطقه الميديا ساينم. وقلنا سكلروزس يبقى فيه فايبروزس، يبقى ده وان جود بروجنوزس، وبتعمل ايه
نودولز، الكولاجين بيعمل نودولز. بعد كده خدت الليمفوسايت ريتش، قلت الليمفوسايت ريتش من اسمها في ليمفوسايت كتير، ده وان جود بروجنوز. ميكس سيلولاريتي يعني ايه؟ من اسمها في كذا سيل، ايزونوفيل، بلازما سيل، هيستو سيل، وهي بتبقى انترميديت في البروجنوز، لا هو باد ولا هو جود. تمام. الليمفوسايت ديبليتد، الليمفوسايت مفيش ليمفوسايت موجود، الليمف نود مفيهاش ليمفوسايت، يبقى ده وان باد بروجنوز، لان حاجة اجريسيف، بس اهم حاجة ان هي بتبقى ليست كومن. جه هو في الكتاب قال لك الكلاسيك ار اس اس اللي انا شفتها في ايه، كلاسيك ار اس اللي هي بتعمل اويل اي ابيرنس، قال لك انا شفتها جامد او كومن في الميكسد سيلولاريتي. تمام. اهي في الميكسد سيلولاريتي احنا قلنا ان هي عبارة عن بتبقى فيها كلاسيك ار اس اس ال، وكمان بتبقى في الليمفوسايت ريتش، بس هما مش كاتب هنا. يبقى عندنا كومن في الميكسد سيلولاريتي، تبقى uncommon في ان uncommon في nodular sclerosis. nodular sclerosis افتكر ان هي كانت نوديول اللي هي كان فيها اللاكيونر اللي بتعمل الفاكيولز. تمام. nodular sclerosis كان فيها اللاكيونر وما كانش فيها الكلاسيك، وبتبقى رير قوي في اللي هو النودولار، بتبقى رير قوي في النودولار ليمفوسايت بري دومينانت هوجكن ليمفوما، بتبقى رير قوي فيه. تمام. هاجي اتكلم بعد كده عن البروجنوزس بتاعت الهوتشكن لينفوما. البروجنوزس قال لك ان هو بيديبند على الايدج والستيج بتاعت الستيج اللي موجود فيها المرض دلوقتي او التيومر، وصل لان ستيج. تمام. يبقى البروجنوزس بيعتمد على الايدج و الستيج او الاناتوميك اكستنت اوف الديزيز. الديزيز وصل لاني منطقه من الليمف نود، وصل لاني جزء. فالبروجنوزس بيقول لك ان هو بيبقى بيتر لو في younger، لو الشخص ده younger. تمام. لو عنده lower clinical stage معناه ان هو عنده disease localized او ما عندوش disease كتير. تالت حاجة absence ل B symptoms. يعني ايه B symptoms؟ B symptoms دي زي بتبقى عبارة عن systemic symptoms زي fever, night sweats. تمام. weight loss دي عبارة عن B symptoms. لو هو absence يبقى ده better prognosis. يبقى البروجنوزس بيعتمد على الايدج والستيج. بيتر بروجنوزس لو الشخص ده younger ما عندوش ديزيز، عندوش البي سيبتومز اللي هي عبارة عن فيفر ونايت سويت وويت لوس. بعد كده في ستيجنج، حاجة اسمها ان اربر ستيجنج ل الهوجيكن لينفوما، نقسمها لكذا حاجة. ستيج 1 لو كانت نودل، يعني واخدة سنجل سايت من النود، يعني مثلا السيرفايكال لينف نود في منطقة واحدة في الجزء اليمين، يبقى ده من ستيج 1. طب ستيج 2 واخده نود بس فوق او على وان سايد من الديافريم، بمعنى ان هي مثلا ادي لو هنا كده، لو ده الديافريم، الديافريم هنا هي ايه، بتبقى واخده مثلا السيرفايكال سوبرا سيرفايكال، واخده لينف نود في كذا منطقه، بس اهم حاجه ان هي على وان سايد من الديافريم، يعني يا فوقه يا تحته، تاخد مثلا ميدياستاينا يعني فوق يا تحت. تمام. ده تايب 2 او ستيج 2 ان هو يبقى وان سايد من الدايفريم. ستيج 3 يبقى على البوث سايد، يعني تبقى واخده مثلا السيرفايكال وتبقى واخده الميزنتريك اللي هو تحت الدايفريم. طب ستيج 4، ستيج 4 ده راح لاكسترا نودل تيشو، يعني راح اساسا لتيشو غير الليمف نود، راح ليفر، راح لسبلين كده. يبقى عندنا تاني بالنسبة للان اربر ستيجنج للهوجيكن لينفوما في كذا ستيج. ستيج 1 ده وان بيبقى سنجل سايت نودز، يعني مثلا النود اللي هو الليمف نود اللي موجودة في منطقة السيرفايكل بس. طب ستيج 2 على سيم سايت من الدايفريم، يا فوقه يا تحته، يا اما مثلا السيرفايكل والسوبرا سيرفايكل فوقه، يا اما مثلا الميزنتريك انجواينال تحته، بس تبقى منطقه واحده، يا اما فوقه يا اما تحته. طب في 3 في الاثنين، ياخد مثلا السيرفايكال فوق والميزنتريك تحت. طب 4، 4 ده ساب الليمف نود اساسا وراح لمناطق تانية. تمام. كده انا اتكلمت على ايه؟ انا كده اتكلمت عن الهوجيكن ليمفوما، اتكلمت عن الكلاسيك بتاعها والتايبس الموجودة فيها،
انه قسمتها ل نودولار لينفوسايت بريدومينوس والكلاسيك هوجكن، واتكلمت على كل واحده فيهم والانواع بتاعتها. لكن هبدا اتكلم عن النون هوجكن ليمفوما. النون هوجكن بتتقسم تقسيمه للبي سيل والتي سيل. التقسيمه دي مش موجوده في الكتاب بس مهمه. تي سيل مش هتكلم عنها. البي سيل هي المور كومن، فهي المذكوره عندنا في الكتاب، بس انا لازم اعرف ان في تقسيمه زي دي عشان لما اجي اتكلم ان كل تيومر من اللي هتكلم عليهم بيجي في البي سيل بس، فانت تعرف ليه ما بيجيش في التي سيل. يبقى النون هوجكن بتتقسم تي سيل وبي سيل. بي سيل مور كومن فعندنا في الكتاب. البي سيل نفسها بتبدا ان هي تتقسم لنوعين، نوع اندلنت يعني slow growing يعني low grade. يعني ايه grade؟ يعني differentiation بتاعه شبه الاصل، ومادام شبه الاصل يبقى اقرب، يبقى التيومر او المالجنت سيل اقل، تمام؟ يبقى دون بيبقى نوع كويس. اما بالنسبة للاجريسيف ده بيبقى اللي هو high grade. يبقى بقسم البي سيل لاندلنت واجريسيف. الاندولنت كذا تايب اللي موجود عندنا في الكتاب اللي هو الفوليكولار ليمفوما، والاجريسيف كذا تايب، واللي موجود عندنا في الكتاب هو عباره عن اللي هو الديفيوز لارج بي سيل ليمفوما والبيركت ليمفوما. والبيركت ده عباره عن الموست اجريسيف وان فيهم كلهم. يبقى انا دلوقتي قسمت النون هوجكن بي سيل تي سيل. البي سيل هقسمها الاندولنت واجريسيف. الجدول ده محتاجاه عشان اثبت معلومه ان النون هوجكن دي كانت الاسوأ، وان هي كانت بتبقى اكسترا نودل اكتر، وبتبقى بتاخد كذا ريجون، وبيبقى فيه مالجنت سيل اكتر في الباك جراوند، فبتبقى فليشي سوفت في الكونسيستنسي. بعد كده هبدا اتكلم على اول نوع اللي هو الفوليكولار ليمفوما. كنا مقسمينه تحت بند اللو جريد. فوليكولار ليمفوما حاجه، شوف الاسم فوليكولار يبقى بيكون فوليكل. قلنا ان هو بيبقى في البي سيل تبع التقسيم. هنا قلنا ان هو اساسا تحت طيب البي سيل، بيبدا ان هو يكون فوليكل. بيبقى الفوليكل دي بتبقى في اني ريجون في الكورتكس، في اني منطقه في الكورتكس؟ بتبقى في الجيرمينال سنتر، اهو الجيرمينال سنتر بي سيل. والجيرمينال سنتر كنا قلنا ان هو بيبقى فيه تو تايب من السيل، سنترو بلاست ودي كانت بتبقى كبيره، سنترو سيست بتبقى صغيره. لو انا قلت ان الفوليكولار بيبقى لو جريد يعني السيل شبه الاصل، والاصل كانت السيل بتبقى سمول، وهو هيبقى سمول، يبقى هياخد اني نوع من طيب من السيل، سنترو بلاست ولا سنترو سيست؟ اكيد السنترو سيست اللي هي بتبقى سمول، فبيبقى اكتريته عباره عن مالجنانت سنترو سيست اللي هي سمول، بس برضو بيبقى فيه جزء من السنترو بلاست بس بكميه اقل لان هي بتبقى لارج. يبقى الفوليكولر من الاسم بيكون فوليكل، بتبقى سمول، بيبقى في البي سيل، بيبقى في اللي هو الجيرمينال سنتر، بياخد اني سيل اكتر، او بيبقى فيه نوع سيل اني اللي هي بتبقى سمول اللي هي السنتروسيست، وبيبقى فيه السنتروبلاست. تاني حاجه ان هو بيبقى كومن في اليونايتد ستيت، والبيك بتاعه يعني بيجي اكتر للناس اللي عندهم 60 سنه. حاجه اتكلم عن المورفولوجي بتاع الفوليكولار ليمفوما. المورفولوجي قالك ان الليمف نود بيبدا يحصل لها تتمحي كل شكلها تحت الميكروسكوب ببروليفريشن من النوديولز. يعني ايه شكلها المعتاد؟ هيبقى مش موجود، هيبقى بداله في بروليفريشن من نوديولز وفوليكل. بعد كده اتكلم عن حاجتين بدا يوصف في الكتاب، السنتروسيست والسنتروبلاست، واحنا كنا وصفناهم. فقال ان السنتروسيست دي بتبقى سمول بالنسبه للسنتروبلاست، بيبقى عندها كليفد نيوكليس، والكروماتين بتاعتها بيبقى كوندنسد، والنيوكليولاي بتاعتها بتبقى مش واضحه. وبدأ يقارن السنتروسيست بالليمفوسايت النورمال اللي بتبقى موجودة في الليمف نود، فلك ان هو بيبقى larger than الليمفوسيست. بعد كده قارن برضو السنترو، يبقى قارن جاب السنتروسيست وقارنها بالليمفوسايت، هيجيب السنترو بلاست ويقارنها بالليمفوسايت ويوصفها. فقارنها بالليمفوسايت فلك ان هي بتبقى اربع مرات اكتر اربع مرات من الليمفوسايت، يبقى هي بتبقى 4 times larger than resting lymphocyte. بعد كده ايه بدأ يوصفها ان هي بتبقى اكبر من السنتروسيست، وان هي بتبقى السيتوبلازم بتاعته كميته بتبقى متوسطة كده. بالنسبة ليه الفوليكولار ليمفوما، يبقى الفوليكولار ليمفوما من الاسم هجيب كل حاجة فيهم، هجيب اللي هو ان هو شكلها فوليكل، وهتكلم عن السيل اللي جواه والمورفولوجي بتاعتها. تاني حاجة، تاني طيب هو عبارة عن الديفيوز large B cell lymphoma.
ديفيوز لارج بي سيل لينفوما ده كنا حاطينه تحت بند الاجريسيف، كان اول واحده في الاجريسيف. ايه الصفات بتاعته؟ قالك ان هو الموست امبورتانت تايب من الليمفوما في الادلت، ودي حاجه مهمه، يبقى موست امبورتانت تايب من الليمفوما في الادلت. تاني حاجه هجيبها من الاسم ديفيوز ولارج. ديفيوز معناها ان هو ما بقدرش ان انا اعمل له لوكالايزد، نوت لوكالايزد، تمام، يعني بيحصل له سبريد. طب ولارج؟ لارج ان كل السيل اللي جواه بتبقى لارج، ان السيل هتبقى لارج، النيوكلاس بتاعتها هتبقى لارج، ومادام لارج هيبقى فيه سنترو سيست ولا سنترو بلاست، اكتر الخلايا المالجنة هتبقى عبارة عن سنترو بلاست. بدأ يوصف برضو السنترو بلاست في الكتاب. بعد كده هتكلم بالنسبة للديفيوز على البروجنوزس بتاعه. فالبروجنوزس تحت كان تحت بند الاجريسيف، ففي البروجنوزس بتاعته برضو هقول ان هو عبارة عن اجريسيف، وان هو بيبقى فيتال لو ما تعالجش، يبقى لو هيبقى rapidly fatal if untreated. تالت حاجة ان كل ال B cells neoplasm، كل ال B cell neoplasms اساسا not easily treated او cured، مش بتتعالج بسرعة. ليه؟ احنا لسه قلنا ان هي انواعها aggressive، فقال لك في الكتاب ان هي very difficult ان هي تبقى to be cured، وضرب لك مثال حاجة اسمها CLL وال SLL والفولوكولار لينفوما. يعني سي ال يعني ايه سي ال ال؟ عباره عن كرونيك ليمفوسيتك لوكيميا، والاس ال ال سمول ليمفوسيتك لوكيميا، دول عباره عن كانسرز بتيجوا في البلاد والبومرو، وهم برضو انواع من النون هوتشكن بس مش موجودين عندنا، بس هم ذكروا كمثال بالنسبه للبي اللي هو سيل نيو بلازمز. تمام، يبقى كده اتكلمت عن تاني نوع اللي هو عباره عن الديفيوز لارج بي سيل، واي حاجه من الاسم، اي حاجه عايزه اجيبها من الاسم بيوضح الخصائص بتاعتها. ديفيوز يبقى نوت لوكالايز، ان هو بيحصل سبريد. لارج يبقى كل السيل بتاعته بتبقى لارج، يعني بتبقى زي السنترو بلاست هتبقى اكتر، وان هو بيبقى ذا موست امبورتانت تايب من الليمفوما في الادلت. البروجنوزس بتاعته بيبقى اجريسيف، وان هو تبع البي سيل، وكل البي سيل نيوبلازمز، كل البي سيل نيوبلازمز دي كلها اساسا not easily cured. ضرب لك مثال اللي هو ال CLL وال SLL، وانا عرفتهم ان هما نوعين من النون هوجكن لينفوما بيسببوا تيومر في البلد والبون مارو. تالت نوع هو البيركت لينفوما. البيركت ده برضو تحت بند الاجريسيف، في التقسيمه اللي احنا كنا لسه مقسمينها تحت بند الاجريسيف. البيركت لينفوما ده بعتبره واحد من اسوأ السرطانات في العالم. ليه؟ اجريسيف، بيبقى fast growing، بيحصل متاستاسيس وميتوزس، وكمان بيحصل له doubling في 24 ساعة، يعني لو تيومر ماس بحجم معين جدا يوم هلاقي الحجم الضاعف. في الكتاب بدأ أول حاجة ان هو يقولك ان في منه كذا نوع، ففي منه endemic وفي منه sporadic. endemic ده بيبقى عندنا في أفريقيا، تمام، والsporadic بيبقى في USA. الانديميك بيبقى فيه ايه؟ بيبقى ليه علاقة بالإبشتان بار فيروسز. افريقيا دايما بيبقى فيها مجاعات، فده بيقلل المناعة وبيبقى ليه علاقة بالإبشتان بار فيروسز، فيبدأ ان هو يحصل ايه؟ تشوهات في المانديبل او الجو بتاع الاطفال. هو بيجي في الاطفال من سن 3 لـ 7 سنين. يبقى البركس بيجي عبارة عن اسوأ سرطان، وهو الموست اجريسيف وان في التلاتة اللي احنا لسه قايلينهم، بيجي في التشيلدرن 3 7 سنين في منطقتين، يا اما في افريقيا يا اما في اليونايتد ستيت. في افريقيا بيبقى ليه علاقة بالابشتان بار فيروسز، وبيسبب لهم تشوهات في الجو او المانديبل بتاع الاطفال. في اليونايتد ستيت بيبدأ ان هم يسبب ماسس في الابدومن. تمام، في الكتاب هو ما اتكلمش عن اللي هو الجو والمسس في الابدومين، بس قالك ايه؟ قالك ان الافريكان والنون انديميك ديزيز ايدنتيكال، بس في كلينيكال ديفرنس بس. فانا وضحتها هنا ان هو ايه الكلينيكال ديفرنس، ان هو في افريقيا بيسبب تشوهات في الجو او المانديبل، اما في امريكا ان هو بيسبب ايه؟ مسس في الابدومين. بعد كده اتكلم عن المورفولوجي بتاع البيركتس لينفوما، فقال ان هو بيبقى اكتريته بيبقى اكسترا نودل، وده احنا عارفينها اساسا في اي نون هودجكن، اللي هي كنت لسه جايباها من الجدول، ان هو بيبقى اكسترا نودل اكتر من النودل. بعد كده قالك ان هو ليه علاقه بالسنترال نيرفس سيستم. تحت الميكروسكوب
بدأ ان هو يوصفه، فقال ان الخلايا بتاعت التيومر سيل بتبقى منتنوس، يعني بتبقى نفس الحجم، بتبقى انترميديت، تمام، يبقى بتبقى نفس الحجم، ان هي تبقى انترميديت بين ان هي تكون سمول ليمفوسايت او ان هي تكون لارج. السيل دي بيبدا يحصل لها ميتوزيس زي ما انا قلت، لان هو سريع في الجروث بتاعه. الميتوزيس ده يخلي السيل ان هي توصل لحاله ديس اكتر، يحصل سيل ديس، اللي بياكل السيلز الميته وبينظف بقى الماكروفاج. تيجي الماكروفاج تاخد السيل الميته دي وتاكلها. السيل، اي سيل بيبقى عباره، بتبقى متكونه من سيل ميمبرين. السيل ميمبرين عباره عن فوسفوليبيد، فالماكروفاج تاكل وجبه كده دسمه من الليبيد. الوجبه الدسمه دي تخلي الماكروفاج تظهر لونها بيل. فاللي شافها تحت الميكروسكوب قال ان الشكل ده عباره عن ستار سكاي. يعني ايه ستار سكاي؟ الماكروفاج البيل اللي لونها ابيض هتظهر بيضه على خلفيه زرقاء. الخلفيه الزرقاء عباره عن النيوبلاستيك بي سيل اللي هي الباك جراوند، الخلايا التيومر. طب الستار، الستار عباره عن الماكروفاج اللي كانت الديد سيل، امز ستار. فجي شافوها تحت ادي تحت الميكروسكوب، لان حاجه زرقاء، خلفيه زرقاء اللي هي النيوبلاستيك سيل، على النجوم، النجوم اللي لونها ابيض اللي هي عباره عن الماكروفاج واخده النيوبلاستيك سيل. فوصفوها تحت الميكروسكوب ان هي عباره عن ستار سكاي ابيرنس، ستار سكاي ابيرنس، ودي حاجه مميزه جدا للبركت ليمفوما. تالت حاجه هتكلم عنها هو البروجنوزس. احنا انا قلتها في الكلام ان هو بيبقى fastest growing، بيبقى high grade، بيبقى aggressive، فانا بعالجه aggressively بالكيمو ثيرابي. كده انا اتكلمت عن البركت. اعد تاني، البركت ليمفوما ده أسوأ من أسوأ السرطانات في العالم، بيجي للأطفال اللي عندهم من 3 لـ7 سنين في منطقتين أفريقيا وأمريكا. بالنسبة لأفريقيا بيعملهم مشاكل في المندبل، الأمريكا بيعمل ماسس في الأبدومن، بيبقى في أفريقيا ليها علاقة بالإبشتانبر فيروسس، أما في أمريكا ما فيهاش مجاعات بس عندهم الإيدز بيقلل المناعة، فهو في أمريكا بيبقى ليه علاقة بالإيدز. تمام، اتكلمت بعد كده عن المورفولوجي، فقلت ان هو بيبقى فيه ان هو بيجي اكتر في الاكسترا نودل، ودي احنا عارفينها في كل النون هوجكن لينفوما. بعد كده اتكلم عن تحت الميكروسكوب، هلاقي شكل اسمه ستار سكاي ابيرنس، نجوم بيضاء اللي هي الماكروفاج اللي واكله الديد سيل فبتظهر لونها ابيض، على خلفيه زرقاء اللي هي عباره عن النيوبلاستيك بي سيل. فقال ان هي عباره عن ستار سكاي. والبروجنوزيس لكن هو fastest growing high grade aggressive، فبعالجه aggressively بالكيمو ثيرابي. انا كنت سبت في كل تيومر حاجه اسمها immunofino type، جمعتهم كلهم في جدول. الجدول ده حفظ، يعني اكتريته هيبقى حفظ، في حاجات بسيطه هفهمها لكم بس هو اكتريته حفظ. اتكلم عن immunofino typing لكل نوع من انواع الثلاثه. اول حاجه اللي هو الفوليكولار ليمفوما، الديفيوز لارج بي سيل ليمفوما، والبيركتس ليمفوما. اول حاجه الفوليكولار ليمفوما، قال لك ان هو بي سي ال 2 نيجاتيف. يعني ايه؟ هو بيعمل اكسبريشن للبي سي ال 2. البي سي ال 2 ده عباره عن بيبلوك السيل ديس. احنا عندنا اي خليه في جسمنا بيبدا ان هو يحصل لها بروجرام سيل ديس اللي هو الابوبتوس، بيجي لها فتره معينه وتموت. في جين مسؤول عن ان هو يحصل لها السيل ديس، وفي جين مسؤول ان هو يبلوك السيل ديس. في حالة الفوليكولار الليمفوما بيبدأ ان هو يحصل اكسبريشن، اوفر اكسبريشن للبي سي ال 2 اللي هو مسؤول ان هو يعمل بلوك للسيل ديس. فالسيل تبدأ ان يحصل لها ايه؟ تبدأ ان هي تعمل ميتوزيس كتير، ترانسكريبشن كتير، تبدأ ان هي بدل ما تبقى نورمال تتحول، تبقى اب نورمال وتتحول لتيومر. يبقى هو بي سي ال 2 نيجاتيف. تاني حاجة ان هو نوت ايزلي كيورد، ودي عارفينها في كل البي سيل تيومر، كنت كاتبينها نوت ايزلي كيورد، نوت ايزلي كيورد. تالت حاجة ان 40% من الفوليكولار ليمفوما لو ما تعالجش بيبدأ ان هو يبروجريس لديفيوز لارج بي سيل ليمفوما. يبقى النوع اللي هو لو جريد ده لو ما تعالجش 40% منه بيتحول للديفيوز لارج بي سيل ليمفوما اللي هو الاجريسيف تايب منه. طب الديفيوز لارج بي سيل ليمفوما، الديفيوز لارج بي سيل ليمفوما قالك ان هو بيعمل اميونو تايب لكل البان بي سيل، سواء كانت سي دي 19 سي دي 20. يعني ايه؟ احنا عارفين، كنت قايله لكم ان السي دي ده عباره عن جلايكوبروتين بيبقى موجود على السيرفس كاي دي وبيلعب دور في المناعه. ف
فبالنسبه للتيومر دي، التيومر اللي هو ديفيوز لارج بي سيل لينفوما، بيعمل اكسبريس لكل البي سيل زي السي دي 19 والسي دي 20. كنا واخدينها في ثانوي بي سيل عباره عن بيبقى عليها سي دي 8، هو بيعمل لكل الانواع بتاعته، كمان ان هو بيعمل للاي جي ام والاي جي جي. كده خلصت الديفيوز لارج. بالنسبه للبيركس لينفوما، ايه الامينو فينوتايب بتاعه؟ كل البي سيل اي جي ام سي دي 10، حاجه كمان اسمها ام واي سي. يعني ايه ام واي سي؟ ام واي سي ده عباره عن بروتو اونكوجين. يعني ايه بروتو اونكوجين؟ اونكوجين دي يعني بيكون التيومر، فالجزء ده عباره عن بروتو اونكوجين يعني بيكون تيومر. يبدا ان هو يحصل له ترانسلوكيشن، بدل ما هو على كروموسوم رقم 8 يبدا يتنقل على كروموسوم رقم 14 في تبادل مع الاي جي جين، تمام، اللي موجوده على كروموسوم رقم 14. لما يحصل التبادل يبدا يعمل ايه؟ يزيد السيل ديفيجن، او لما يتحط على الاي جي جي اللي هو البروموتر، يعني هيزود السيل ديفيجن. لما يزود السيل ديفيجن تبدا السيل يبدأ يحصل لها ترانسكريبشن، يحصل لها ميتوزيس، تقلب تيومر. يبقى بالنسبه للبيركت ليمفوما بيعمل اكسبريس لكل البي سيل، بيعمل الام واي سي اللي هو عباره عن بروتو اونكوجين. يعني ايه بروتو اونكوجين؟ يعني اساسا الجين ده اللي بيكون تيومر، بيتنقل من كروموسوم رقم 8 يحصل له ترانسلوكيشن مع 14، فيبقى موجود الاي جي جين. لما يتحد مع الاي جي جين يحصل ايه؟ يزود السيل ديفيجن بتاعت السيل، فيحصل لها ترانسكريبشن اكتر، فتقلب تيومر. كده انا اتكلمت عن الثلاث انواع بتاعت النون هوتشكن لينفوما، اتكلمت عن الثلاث انواع بتاعتها. فقسمتها لبي سيل، واتكلمت عن الاندولنت اللي هو الفوليكولر، والاجريسيف اللي هو الديفيوز، والبركت لينفوما. في اخر الكتاب بدا ان هو يتكلم عن اللي هو الاتيولوجي اوف وايت سيل نيوبلازم. يعني ايه الحاجات اللي تسبب الليمفوما، اللي تخلي الخلايا تتجنن وتبدا ان هي تكون ليمفوما؟ فادينا اربع اسباب. اول حاجه كروموزومال ترانسلوكيشن واونكوجين، زي اللي احنا لسه متكلمين عنها، يحصل ميوتيشن فيبدا ان هو يخلي السيل يا اما بالترانسلوكيشن يا اما الاونكوجين يحصل يزود الترانسكريبشن، الخلايا تتجنن وتتحول لمالجنن. يبقى ده اول سبب. تاني حاجة فيروسز، وفي الفيروسز ادانا تلات امثلة، حاجة اسمها HTLV1 وإبشتان بار فيروسز و HHV8. اول واحد اللي هو ال HTLV1 ده عبارة عن human T lymphotropic virus. من اسمه يبقى اكيد بيجي في التي سيل، يبقى هو بيبقى associated مع الادلت تي سيل لوكيميا. تاني واحد اللي هو الابشتان بار فيروس، احنا كنا اتكلمنا عليه كذا مره، فهو مجمعهم هنا، فقالك انه بيبقى اسوشيتد مع الافريكان بيركتس لينفوما 30-40% من الهوتشكن لينفوما، في الديفيوز لارج بي سيل لينفوما، وكمان في اللي هو الناتشولر كيلر سيل لينفوما. تالت واحد اللي هو الاتش اتش في 8، ده عباره عن تايب من الفيروس بيسبب حاجه اسمها كابوسي ساركوما، ده عبارة عن كانسر بيجي في السكن، الليمف نود، اللايننج بتاعت الماوس او النوز. المهم ان هو بيبقى نوع، بيسبب نوع من الكانسرز. ال HHV بيبقى اسوشيتد مع مين؟ بيبقى اسوشيتد مع اللارج بي سيل لينفوما، ويسبب حاجة اسمها لينفوماتوس افيوجن. يعني ايه لينفوماتوس افيوجن؟ احنا عندنا اي كافيتي في جسمنا، او مثلا الهارت بيبقى متحوط بالبريكارديوم، واللونج بالبلورا، والابدومن بالبروتينيوم. كل واحد او كل غشاء في دول بيبقى متكون من لاير، وبيبقى بينهم بيبقى فيه سبيس. السبيس ده وان في حاله الليمفوماتوس افيوجن يبدا ان هو يتكون فيه فلويد، تمام، وبيبقى اكتر في الناس اللي هو الاميونو كومبرومايزد بيشنت. يبقى الليمفوماتوس افيوجن بيبقى ديفلوبينج في البلورا، بروتينيوم، بريكارديال، usually and severely immunocompromised patient مناعتهم واقعه. ده بالنسبه لل HHV8. تالت سبب حاجه اسمها environmental agent. يعني environmental agent لو موجوده بيبقى معاها association، وهي اللي تخلي الخلايا ان هي تتجنن وتعمل الليمفوما. زي ايه؟ زي حاجه اسمها ال H pylori.
لو اللي هو الموست كلير كات اسوشيشن هي الاتش بايلوري. يعني ايه اتش بايلوري؟ ده نوع هتاخده في المايكرو. الاتش بايلوري بالعربي اللي هي جرثومة المعدة، تمام. يبقى الاتش بايلوري انفكشن. ايه تاني؟ جاستريك مارجنال زون ليمفوما، ده عبارة عن نون هوجكن ليمفوما في المعدة. والجلوتين سنسيتيف، الجلوتين سنسيتيف، الجلوتين ده نوع من البروتين. يعني السنسيتيفيتي في الجلوتين بيبقى معاه اسوشيشن بالليمفوما. ايه تاني؟ انتستينال تي سيل ليمفوما. يبقى دي بالنسبه للانفايرمنتال ايجنت. اخر سبب حاجه اسمها اياتروجينيك. يعني ايه اياتروجينيك؟ اياترو دي معناها ان انا illness caused by medical examination او treatment. يعني انا بعالج مريض من حاجه سببت له مرض تاني. في بعض الكانسرز انا بعالجها بالراديو ثيرابي او الكيمو ثيرابي. فانا اجي اعالج المريض من كانسرز ابدا ان انا اخليه في هاي ريسك الكانسر تاني، ماشي. زي ايه الكانسرز دي؟ زي مثلا النون هوجكن ليمفوما او الاي ام ال. يعني انا اجي اعالج المريض من كانسر فعالجه بالكيمو ثيرابي فزود له الهاي ريسك بتاعته ان هو يجي له نون هوجكن ليمفوما او اي ام ال. يعني ايه ام ال؟ ده عباره عن اكيوت مايلويد لوكيميا. ده نوع من الكانسر بيجوا في البون مارو. البون مارو احنا عارفين ان هو المصنع للخلايا بتاعه الريد بلاد سيل والبليتلس وكده والليمفوسايت. يبدا ان هو يحصل له المصنع هيطلع سيلز اب نورمال. يبقى في حاله الاي ام ال اكيوت مايلويد لوكيميا هو عباره عن كانسر بيجي في البون مارو فيخليها ان هي تطلع اب نورمال مايلو بلاستس زي الريد بلاد سيلز والريد بلاد سيلز والبليتلس، تمام. ده بالنسبه للاياتروجينيك فاكتورز. كده خلصت المالجنانت الليمفوما الهوجيكن والنون هوجيكن وقسمتهم واتكلمت عن كل واحده، واتكلمت كمان عن الاسباب اللي تخلي الخلايا تتجنن وتقلب مالجنانت. اتمنى اكون سهلت عليكم. بالتوفيق ان شاء الله.